وما زال الحوار مستمر مع دكتور أحمد عبد المجيد الباحث في مجال الاتصال السياسي والعلاقات الدولية عن بيان الحكومة وما يحدث تحت قبة البرلمان. توطين الصناعة واحدة من المحاور المهمة جدا اللي الحكومة ركزت عليها في بيانها. أبرز يعني ما تراه في فكرة توطين الصناعة وما تم على مدار السنوات الماضية وما سوف يحدث وفقا لرؤى الوزراء الجدد في مجال الصناعة. لو تسمح لي حضرتك انا خليني هرجع بس للمستمع كده الجزئية مهمة جدا فضل. كانت سنة 2014 بنبص للدولة عاملة ازاي. 2014 كانت مصر محتاجة لهذه العجلة القوية جدا ان تاخدنا لقدام في فكرة ان انا ازاي ابني صناعة. وبناء عليه كانت خطة الدولة في بناء استراتيجيات تأسيس الصناعة. وهنا بنتكلم على إعادة تطوير البنية التحتية السابقة إلى جانب إضافة بنية تحتية جديدة لمجال التطوير اللوجستي للصناعة وتطوير الموانئ. وفكرة إن أنا النهاردة أدخل في إطار الحيز الدولي في التوسع في إنشاء الموانئ اللوجستية وعملية إدارة الحاوية مع الموانئ الحاويات وفكرة توطين جعل مصر يعني وكده مركز إقليمي لعدد من الصناعات والطاقة في الشرق الأوسط وفي المنطقة نظرا لما تتمتع بمصر من موقعها الاستراتيجي واللي احنا كلنا عارفينه يعني. فكان فكرة بناء محور قناة السويس الجديد صحيح. وتوطين الصناعة عليه وده أدى إلى عمليات جذب استثماري كبير جدا من المجتمع الدولي أو الصناعة الدولية إنها تبدأ تركز أماكنها الصناعية الجديدة إعادة تمركز الصناعة الدولية على محور قناة السويس نظرا لأنه هو شريان الحياة بالنسبة للعالم والتجارة العالمية صحيح. طبعا التحديات المتوازية وقتها كانت بتعتمد على ان انا النهاردة عمري ما اقدر ان انا اعمل صناعة غير لما يكون عندي في اسس لبناء الصناعة دي وهي اولها العامل البشري. وده اعتمدت عليه مصر بشكل كبير جدا في ان هي تبدأ ان هي تدفع قاطرة التعليم في مصر تطوير برامج التعليم. وبرامج التعليم علشان بس نبقى عارفين بتاخد وقت طويل جدا عشان يكون لها مردود ايجابي قوي. يعني عملية ان انا النهاردة اقول انا عايز اطور التعليم لا سنة ولا اتنين لا انا محتاج خطة لن تقل ابدا باي حال من الاحوال من 10 ل 15 سنة صحيح. عشان نشوف لها نتائج مردود. وده يمكن التجارب العالمية علمتنا الكلام ده. لما نيجي ندرس نشوف الدول العالمية الكبرى اللي تطورت في مجال التعليم وفي دول معروفة بالاسم ان هي عملت برامج تعليمية كويسة جدا صحيح. لما نيجي نشوف هم قدروا ان هم يحققوا طفرة في التعليم بعد قد ايه فبنفاجئ بالارقام من 20 ل 25 سنة عشان يقدر ان هو يلاقي جيل كامل قدر ان هو يستوعب الأنظمة التعليمية الجديدة والبرامج المطلوبة. النهاردة احنا عايزين نلغي فكرة من دماغنا اللي هي فكرة الموروثات القديمة اللي هي كليات القمة وكليات القاع والمسميات اللي كنا بنتكلم عليها زمان بان هي دي المعتمد عليها. لا النهاردة في برامج جديدة تكنولوجية ومعتمدة على برامج الحوسبة والبرمجة وعمليات مختلفة جديدة بشكل كبير بدأت بعض الجامعات الخاصة والأهلية الى جانب ان الكليات نفسها الحكومية بدأت ان هي تتدرج في هذه البرامج اعتمادا على التعاون مع المؤسسات الدولية والجامعات الخارجية وبما يتوافق مع سوق العمل الدولي. والنهاردة ده بيؤكد ان الدولة على حرص كامل بان هي تجعل عملية التعليم سواء التعليم الجامعي أو التعليم الفني متواكب مع إجراءات وأدوات سوق العمل الدولية وما يحتاجه المستثمر الخارجي من عمالة وتقنية معينة ومهارات تدريبية. اشتراط الدولة في الاستثمار في ان هي تحقق العائد ده من خلال تدريب الصناعات وفتح المدارس التكنولوجية. يمكن دكتور مصطفى مدبولي قال جملة في المؤتمر الصحفي من ضمن الجمل الرائعة اللي اتكلم فيها وهي ان الدولة حريصة على ان هي تتوسع في مجال المدارس الفنية وبتستهدف انها تنشئ 60 مدرسة خلال الفترة الجاية بالتعاون مع الشريك في القطاع. وكمان شكل المدارس التكنولوجية اللي حصلت كل مجال بقى ليه مدرسة. يعني فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات واحدة من الأشكال المختلفة اللي هتغير فكر وثقافة الشعب زي ما حضرتك ذكرت عن التعليم الفني. ومن هنا خليني أخد حضرتك برضو لمحور بناء الإنسان والتعليم الفني ونربطهم ببعض. حضرتك شايف ازاي نقدر نغير ثقافة الشعب المصري تجاه هذا الملف ملف التعليم الفني؟ منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لبناء الانسان من خلال الحوار الوطني العام الماضي
كان على أساس بناء الإنسان هو محورين في غاية الأهمية، وهو محور الصحة ومحور التعليم. صحيح. وهما فعلا هندول الهاجس الرئيسي بالنسبة للمجتمع المصري في فكرة إن دول لو بدأ تم الاهتمام بيهم وتركيز عليهم بشكل كبير جدا هيكون العائد والمردود في المستقبل واقعي وجيد جدا. صحيح. أولا بناء الصحة بالنسبة للأطفال منذ النشأة، والبرامج اللي بتنتج يعني وزارة الصحة بتبدأ إن هي توفرها بالنسبة للمواليد الصغار، وفكرة الرعاية الصحية المستدامة بعد كده، فكرة البرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل اللي تنتهجه الدولة واللي بتسعى إن هي توحده على جميع المحافظات. صحيح. ده بمحور الصحة، وبنتكلم على تطوير المستشفيات، وتكلم عليها دكتور مصطفى مدبولي بشكل تفصيلي. فكرة المحاور دي مهمة جدا على المستويات لكافة المجتمعات المستويات العمرية بالنسبة للمواطنين. يأتي معاها على نفس المحور محور التعليم، هو فكرة تطوير المناهج، مش تطوير المناهج فحسب، لكن فكرة ان انا النهاردة اغير مفهوم التعليم. يمكن اتكلم برضو من دكتور مصطفى مدبولي عن جزئية مهمة جدا، التعليم مش بيتغير بتغير الاشخاص. صحيح. بيتغير هو بفكرة اولا الاستراتيجية موحدة على فكرة ان انا عايز اوصل لايه، انا ده الدولة عارفة عايز توصل لايه، مين المنفذ ومين اللي يقدر ان هو يؤدي الكلام ده. ممكن يقابله بعض العقبات والتشابكات، وممكن يبقى في برنامج معين بالنسبة للتعليم مطلوب تنفيذه يكون في عائق من بعض الوزارات الأخرى. صحيح. وده أكد عليه دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل المجموعات الوزارية المشتركة. صحيح. اللي تقدر إن هي النهاردة لما يتاخد قرار بفكرة موضوع تطوير معين يبقى في كل مسؤول من داخل الوزارات المشتركة مسؤول عن تنفيذ هذا البرنامج ويتم محاسبته. وهنا عملية المحاسبة مهمة جدا، المتابعة هي أساس التخطيط. النهاردة الرقابة والمتابعة هم بناء عملية التخطيط الاستراتيجي الطويل الأجل. الخطة اللي حطتها الحكومة الجديدة اعتمدت على 3 سنوات، ودي خطة أولى. يمكن حتى دكتور مصطفى اتكلم في ان هو احنا هنبدأ ان احنا نقيم كل شهر احنا وصلنا لإيه عشان نقدر ان احنا نوصل نكمل على مدار أول سنة ثم 18 شهر ثم نحط مستهدفات الخطة التالية اللي هي 3 سنوات التالية بعد كده. يعني معنى كده ان الحكومة بتتعامل بشكل مختلف هذه المرة. ولو رجعنا تاني بقى لموضوع التعليم والتعليم الفني وتطوير الصناعة، هنا ده زي ما اتكلمنا ان احد اساس تطوير الصناعة هو اعتماد على صحيح. تطوير البرامج التعليمية والفهم. صحيح. وليس عملية الحفظ اللي كانت موروثة عند بعض اولياء الامور في السابق. النهاردة التطور العلمي اللي موجود عندنا، استخدام المعرفة وبنك بنك المعرفة، واستخدام التطبيقات التكنولوجية الجديدة، البرامج الدراسية المتاحة بالنسبة للشباب، فكرة ان الشاب يبقى عنده تأهيل لقدراته، لان القدرات الفكرية والعقلية ويوظفها في المجتمع العملي. صحيح. ده هنقدر ان احنا كدولة نقوم بيه بشكل كبير جدا، وننهض بالصناعة، ونقدر ان احنا نتبوأ منصب كبير جدا في موضوع الصناعة اذا اهتمينا بالمشروع ده التعليم على الصناعة. والحقيقة خلال السنوات الماضية شهدنا يعني مصانع مختلفة، جذب صناعات مختلفة، زيادة مكون محلي بشكل كبير. كل هذه ربما كانت تحديات في السابق للدولة المصرية، ومع التحديات هنالك تحديات خارجية وداخلية. ربما الداخلية يعني نقصد بها الشائعات، واحنا وانا يعني بتناقش مع دكتور احمد اوف اير كده المصطلح، انا نفسي يعني متشوق لان انا اعرف اكتر يعني ايه المواطن الاستراتيجي. لكن خلينا نروح لفاصل، نرجع من بعده نتكلم عن التحديات الخارجية والداخلية والمواطن الاستراتيجي. فكروا كده، هل انتم مواطنون استراتيجيون ام لا؟ ايد في ايد لسه بيكمل معاكم على نغم فن. مشرفنا في الاستوديو دكتور احمد عبد المجيد، الباحث في مجال الاتصال السياسي والعلاقات الدولية.